انت حاس ان وضعه صعب ولا ابو مصعب يكون قاعد يبالغ؟ والله انا ما ادري بالضبط، لكن كل اللي اعرفه انه ما نقدر ندخل عليه دكتور ولا نقدر نوديه المستشفى. ليش كل هذا؟ ليش؟ كيف يعني ليش؟ انت صاحي؟ اكيد انا مو صاحي، لاني لو صاحي ما راح اكون موجود معاكم من الاساس. بس على الاقل الحين عندي شويه ضمير. انت ايش فيك؟ ليش مو راضي تستوعبين؟ عادي عندك بني ادم يموت بس خطتك ما تفشل؟ ولا انا بديل يعني قاعد تلعبين فيني على ما الوقت يخلص؟ هذا اذا ما كنتي حطيت له سم وقاعد تشوفينه يموت شوي. فارس اسمع. انت اللي سمعي. انا الحين اطلع اروح حق اقرب مخفر شرطه واقول لهم على كل اللي قاعد يصير. اي انا كذي نهايتي معاكم السجن. على الاقل ادش بريولي وانا قاعد انقذ هالمسكين اللي ما له ذنب. وانت بعد تعبالك راح تخليك؟ انت اول واحد راح تخلص منك عقب ما تخلص سالفتها. جويريه مستحيل تخلي احد شاهد على جريمتها. راح تخلص منه واحد ورا الثاني. اليوم بلشت بيوسف وباكر انا وبعدي انت. حتى ابو مصعب. انت وش اللي تبيه بالضبط؟ ابي عيش. احنا ما اتفقنا نذبحه. وش دراك انه ما قاعد يلعب علينا؟ والله عاد يلعب علينا ما يلعب علينا، انا ابي اطمن عليه. ولا قلت لك اطلع من هني على اقرب مخفر شرطه. واذا شفته تطمن؟